بسم الله الرحمن الرحيم. نوفمبر 2014 بيبر 3 بارين 3. والسؤال السابع بيقول لي underline the most appropriate value below for the speed of sound in water. حبايبي انت لازم تكون عارف رينجز. speed of sound in air تقريبا 330 متر بير سكند، in water تقريبا 1400 متر بير سكند. ستيل بقى وكونكريت فانت بتتكلم في رينج ال 5000 وال 6000 متر بير سكند. فانت الرينجات دي لازم تكون عارفها، ان انا ما عنديش اكيوريت فاليو لحاجه. يبقى ما دام بنتكلم عن الووتر، انا شايف ان اقرب قيمه للفاليو بتاع الووتر هي 1500 متر بير سكند. طبعا الكلام ده بس للشرح، حضرتك ما تكتبوش في الامتحان. بيقول لي sound travels in water as a series of compressions and refraction. Describe what is meant by compression and by refraction. سؤال قديم 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 ومتكرر بشكل مش طبيعي في الامتحانات. انا مش عارف ليه، الا انه يعتبر سؤال هديه. طبعا يا اولاد الووتر زي ما انت شايفين هي في اماكن الموليكيولز قريبه من بعض وده بيبقى كومبريشن وهاي بريشر، واماكن الموليكيولز بتبقى بعيده عن بعض وتبقى دي لو بريشر وبنسميها رير فاكشن. يبقى لما يجي يقول لي بكل بساطه ايه هي الكومبريشن، هقول له a region where molecules of water are close to each other and it's a high pressure region. A rarefaction, a region where molecules are further apart from each other and it's a low pressure region. حاجة مهمة كده لازم أوريها لك في مارس كيم، ربما تبدو وكأنها غلطة، الله أعلم دي إيه. هو دلوقتي كاتب لك في الكومبريشن particles molecules with friends closer together low pressure. لا ده غلط، ده دي مش الكومبريشن هي اللي low pressure، تمام؟ وفي الرارفاكشن كاتب لك إن هي high pressure. لا، هو الرارفاكشن مش high pressure، الرارفاكشن هو اللي low pressure. لأن إزاي الكومبريشن molecules قريبة من بعض ويبقى low pressure؟ صعب، ما ينفعش، المعنى حتى لا يستقيم. فدي إجابة هذا السؤال.